هل بكون بحضر على قناة اريال هذه الارض دي وبعدين بروح على الفضائية؟ البشر صعبة. لينا بصار نقسمهم اسرائيل فعليا. اسمي اوه والله في طاخ. لوتنا اختفى لقيت بكون صح؟ خش البنكة في كان فيها ذخيرة وينها؟ صح ولا أنا غلطان؟ هان في شكل للصفيطة. طب احنا ليه ما نرجع على الماكينة؟ نروح الماكينة هاي نجيب معنا فلوس. صندوق ذخيرة مين جوكر بيشتري صندوق؟ والدروع تمام. قلب مصاري كده بشتري صندوق دروع. كل شيء مكتوب في البنك. اكر يجيكوا في الجيب. بدكو فلوسي؟ بدي درع. درع يا ولاد. هيو هيو صندوق. هات صندوق. تعبي تعبي. اشتري استنى هيك. صح الدرع خذه. ليش هذا الدرع؟ انا زيادة ولا نقصين يعني ما صارش حلال في اللي بدك. انا فاتح البثين على فكرة. برضو نفس الاشي يعني قل حالة. احضر لسه بشار في منطقة يا الله اشبك. هايك مارك الثانية ناس لسه. بس في تحت في هاي هان وين علمت انا؟ صاحبه جنبه على الشقة الثانية. اي مان طب احنا طلع وينكم
في واحد فوق. نارا اوكي ممكن نستقبل هناك هناك لحظة شوي عشان انا طلع مش ما ولا شيء ايش وضع المنارة حد شي شف ظهري ما حد شي شف ظهري لسه موجود موجودين طيب يلا هنا نستقبلهم احنا بنوجههم من هناك هذول هيو متحرك اللي هنس هاي هاي بس صح باب فكر هي جنب مية سايو نزلت اثنين نزلت اثنين حلوة هيني ورا الدار انا ماخذ ساد انا على الصح بجوا البيت خش عليه لا يا موالي لايك هاي فاكر لايك معي اكسس بارك لا لا عبد مالك 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 في مصفون تجنبينا في القطار كان هذا دي ياخذ الجيب ممكن يكون تيم ممكن يكون تيم ممكن يكون تيم ممكن يكون فخ دير بالك معش شكله قاعد بفخ ايش هذا وقف على الجيب هذا وكنه ولكنه ايش في انا داخل ودم رايح مخباني اكلنا قزايف شو اسمها تيم من برا تيم من برا شباب واحد مسدس راو كم واحد مدعين داني فوق الله قصفه دمرت ديننا بالصبر احتاجك 12 جوكر ما انت وراي في ظهري التيم كله في ظهري بس لا التيم كله تدمج من القصفه بالضبط انا كان دخلت على عند فوق احنا مش طالعين تحت ولا على فكره كنا حناكل تيم وايد اقسم بالله ما دخل في واحد ورانا احد ورانا واحد ثاني ايوه نزلت لو احنا نزلت صحو معه صحو جنبه لا عم صح شبك يا رب معك الصانع ما تنساش اخرس منه ما دهي ايش المنطقة هادي الله يا جود فاكين جيم بيشو واحد اي لايك حلو مر عليك راوتر عاصد 780 دولار ايش اقسم بالله يا ربي سي تجميعا شكله بخوف Time for the real thing.
جيم لطيفة، خصوصا احنا نزلنا بعد الجولاج. عودة من الزيرو مرتين. في العمارة في اثنين صاحبه جنبه. انزل في السلاح. باك واحد هان. مين مع السلاح؟ انا ابن كحبة. في ابن كحبة بطخ من بعيد. اصلا انت بتسقط علي؟ رجلي تعرض الشارع. طبخ كيف؟ شو الهبل هذا؟ ايش ما دخلت بطخ فيه؟ نزلت في درعه جنبي بالالم جي. ضربني دم. هو واحد مش غيره. خبطني بوكس بس. في سنايبر من البراميل. هبل هاد. تيم واي عن ايش بدك مني يا ابو البراميل؟ دقيقة ابو القناص الايام الزمن دخني قزوكة وراني يا حبا. ايش بدك مخفن بسرعة؟ غرفة. لا مش غرفة هاي، غرفة ثانية يا احمد. بسم الله. ما في تيم هناك. المارك هذيك قتلت واحد اللي كان بروح علينا من السالفة. انزل بستة. فيش حدا بستة خمسة خلاص. وراي في بين شو اسمه هيو بين الشاليهات. بالبين لا بالبين تقدر تخشوا وتسكروا الباب. بقى حدا شكله لف اللفة خندوز. هاي سكرت الباب. هاي نزلت على البرد. هيو هاي في واحد هاي. طب بطخ ما بطخش المسابة زيرو. قلنا لك سكيلز. لف اللفة. طلع في بطخ من العمارات يا اخي. من هدول. يا رفاق قلت له درع يا احمد. لا فيك لانه مات ابن الكحبة. عمارة ضايعة. صندوق ذخيرة معه. حلو حنحتاجه. لا فينيش. في كمان صندوق. هذا بش عليك. هذا قتلت. ركز شوي مع احمد. في بش علينا. داون 37 جيد. باين واحد سنايبر. في واحد داخل عندكم. انا باين السنايبر. كان هنا غفش شرد. لا طخري من ظهرك من اليمين. تحت على الهارد بيتا. في واحد من البوليس يا احمد البارة. سنة يا احمد. وواحد منهم اللي في الزرقاء. في الزرقاء سنايبر. في الزرقاء واحد عندي. واحد جنبي. ايوه المارك. اصبر بش الشيك بس عاطلة. داو بعيدة. بعيدة ولد الله. واترس بغلط علينا قاعد. في قصفونا بالزرقاء. حد ياخذ سبعة من متى؟ يهجمين علينا. نهار فيه داو. واحد داو. واحد بس بعمل زخير.
يا من البوليس في في الخضرة مش عارف يا ابن الخضرة يا بيبو هاي مراجع هاي مراجع حد يجي حد يجي حد يجي حد يجي حد يجي جنب الهاد بسرعة بسرعة انا عارف واحد يجي الان يمو القطعة اللي معي عندي ثلاثة في البراكس اشرب اذا تقدر تبكى 7000 واحد بطخ عليك من جهة ما قدرتش انا يعني حاولت قدر الامكان جات اثنين من هون الو دير بالك احمد في من لوبن جايين كانوا بطخوا علينا وعليهم من الحرام كيف ما ماتش في النص ورا الخصبة ايوه هي وجهة الباص ماتش الله ورا الباص هي فجعه يس كيف ما ماتش النعم بنبكشن 7-5 يا ابن القوادة قرص عليهم بنبكشن طالع عن تاريخك هجوم مبارك لأحمد على نزوله وعلى التخرج في حدا لنا عاصر زي ال في اشتباكات حوالينا ميدان اربعة الاف ماكو حق واحد ماركولي في ماركي عليك قريب اوكي خلاص الان نزلوا الجوكر بدي اروح بس اغير اوعي كنت معك فلوس تجيبوني والله هاي دروب نازل ملوثه هاي ملوثه هاي يعني لوثت منطقي ملوث اللي عندها give me your money احمد فقط يتركها ملك الماك والماك بوك برو نذكر سيادة الرئيس عاصم الفرع على أمان معنا كمان واحد طول عاصف خليك عند الماكينة ورم رصاص الجماس ورم رصاص الجماس يلا يلا صوتوا طلع بشار في بيوت ما لوتوهاش بشار في بيوت ملوتناهاش في كتير بيوت ملوتناها في صوت طخ قريب في البيوت هذه ملوتة مين اللي ببعث من البيوت واحد نازل يلوت مستوي احنا يعني احنا دوبنا بدينا الجيم كيف الزون هي
وين شو بدنا نوصل الجيم؟ تمانية وتسعة تحرك 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 يا ولاد. جينا نتطوش في المطار وهي الزون بتخلص. مالا هم سابقينا بخطوة في الضم. تعني اشي بدو مشوط 30 طلق يا هذا بدو رصاص يا فيتين 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 جيب جيب في الطريق اختفى هيفحصك نحن كلها في تيم قدامنا في تيم قدامنا داخل الشمال ورا راس جبل ورا هاي هات شوي ورا جهتها تحت 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 شوية بعد هان كمان جيب طخ علي في واحد عندك وين هذا بطوخ هاي صاوب بشار شيلو ياس ايش معك اشياء تافه بوش طيب اللي انتو حد ما تروح خد امسك احمد بسم الله امورك تمام؟ الملعب كانوا مخشوا الملعب الهلافيه انا شفت السياره تتحرك هان فهل هم سياره طبعا ندخل هان ندخل هيك ندخل على مكان السياره علمت عليها ندخل لانه هيك ما لناش مصلحه نروح على الاستديو اصلا يا طب نركز لان ممكن يكون في تيم يلا ناخذ الباونتي طب شوي 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 ما للجاز اكيد في تيم هان ممكن ميزه اتها انا بمشي شوي شوي معلش قلتلك مش حكتلك استنوهم ولا تبشوا عليهم قرروا لا نمشي للزون استناهم هنا في طريقنا بعيد الزون او قرب علي رجال استنى استنى هدي يا بشار وين هم طيب؟ دول وضعهم ميت هدول حيخنقونا والله هلقيت حيغز شمال هو طب احنا ندخل جوا انا و9 طب خليش مساوي راح ينتحر يعني هو شكله ولا بتاح او لبيدة فانا مليت مصلحة بلبيدة يا واحد يا واحد على الاغلب ها
هاي بده يدخل من طرف الزون، بس كيف طلعها؟ كيف دخلها هذا؟ هناك في جبال وش اسمه؟ بسم الله العظيم ما انا شايفه. الواك لعطه واحد وهو واحد. هناك لما نخش الزون هناكل البحر هم فوق وفينا لقوا بدي اروح افسخ كفر او يفسخني. لا لا ممكن يكون تيم يا كابتن. واه استخفيت عليه ما انا قربت هو مش عارف. لا والله صح عارف. انت طلق يا احمد وجهك جوكر تحتك بالظبط اللي في واحد هو عطاك من وراه. والله واحد ملوش علاقه فيه، واحد ملوش علاقه فيه. ما طبعا لا هو صاحبه انت ما قدرتش الجو ما قدرتوش. لا يا زلمه دكتور ارجع من هان الطخ كان انا ما فنشتوش ال هاي طخ عاصفي اصلا انت عارف انه من هناك طخ بدي اوصل الجبل شوفين انا فنشته اللي طخيت عليه ولا ما بعرف. لا ما فنشتوش. لا هاي البنت ببش عليها بشر شيله احمد شيله احمد هيو هيو خذها اثنين اثنين بخر اي فات تقول ولا ما نعم احنا مين قال لدينكم تهجموا في هالهجم ربط انا عارف على الخرا هذا يعني احنا قلنا خرا ولا هجم خرا جهلة بشار ولا يم نفسنا خلاص ما حقت لك يا جوكر والله حقت لك طب انا هجمت لحالي والله وانت ورا وموتيت مره حقت لك يا زلمه طمعت 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 بألف مره بتعملها يعني واحد لو واحد استنى شوي عشان واحد متنا احنا الاربعه. طب ليش ما قتلتوهم يا عم مش شايفين فيهم بعد مش شايفينهم بعد في عند يا سيدي ماشي خلاص لما اهجم لحالي ما حدش يجي معي انت عاصف احمد يقول لك انك رحت عندهم شو حجتك يلا اعطيني الحجه هلا ايش رايح انا ما رايح انا بدي اخذ قلب ورا الجبل راح طلع جنبي هو اصلا انت شايف اطلاق على الجوكر من ورا جاي ورا وياك في ذاك وقول له الجوكر قفل وصلت الجبل والله كان الامور زبطت بس ما وصلتوش فوق هيك باتل فوق حتى لو واحد حتى لو طالع هيك شفنا كل المفروض ضلينا ماشيين انا ما بديش اطلع انا طلعت لين خلاص مش ضايق انا مش أنا, انا انا مش انا مش شايف حد انا واحد طخ علي اللي انقذني حفه شويه بالتله من بدل ذبحني مش شايف حد فيهم نزلت اثنين دول نفس الطمع كل يوم نفس الطمع لا تطمع يا جود بعدين انتوا سنايبرات يعني المفروض مش شايفين ضلينا قاعدين هم مش شايفينهم يا زلمه طب انا قاعد بالضبط ما بقول له المفروض يعني هذه فرصه للسنايبر ان هم بيجروا بس لا يطلع انا بطلع عارف انه في داخل هو والله طلع دمجني اوه في البراكس اللي جنبي في ناس طبعاً صندوق الدروع بتدمي بالعمارة فوق هاي خلي له ورمي وانا معي صندوق الدروع ارمور مو خلاص شكرا لما تخش عليه قولوا لي عشان اخش من الجهة الثانية في هناك في ناس ورانا ناس ورانا يلي هجمين في طيف الزرقة لا ورانا هاي والله انا كنت في الثانية وقعت واحد ده
انا ماسك تحت واحد العراق اللي تفتها اللي كان فيه واحد جانا واحد جانا خمسة فيه باكي ار لا والله ما في بي ار بقى امسك امسك هات حط ضايل في خمسة ستة انا طلع لي كم وايد في ناس فيها بس في ناس في ناس لبعيد طب احنا لو خمسة ستة ناكد عليهم ولا كيف؟ محلوبات حلل الغرفة الصغيرة محلوبة طب يلا عليها يلا على العلم يلا على العلم كيكة خرص محبوبة محبوبة أنا في دروب مالتينو لك الشباك مشينا ونطلع هون نجيب الجديد خلص يا جوكر ارحم حالك تلوي معك رصاص لا صراحه خلص وانا ما احكيش ولا ولا طب يلا دروب يلا دروب مكينة هديك سكت الدروع انا معي كمان الدروع حط بطخ عليه خلي جو عاصف لا لا تعال تعال جوكر تعال واحد واحد روح واحد روح لانه ارب ارب يا جوكر احمد ارميها هان بالله عند العلم بالزرق ايش؟ عند علامة بالضبط الماش من النص انه بس راح نمشي بالدهش حد الفاص اي ار هاي 105 فقط اي لاي ترموا لي في قناصة قناصة في قناصة مع 16 انا ارمي يلا نهجم خلينا ناخذ زرقاء بالاول عشان نمشي شغل يا احمد يو اف ولا حاجه كذا اه سان اشتري ما شريت ما رميت اوكي معنا وش سريع اوكي رايحين على الباي رايحين على الباي رايحين على الباي يلا الباي باي باي انا اخش في او هذا شر صاحبهم نايس اتحركوا هم هاي صاحبهم نزل عندهم لن يتحركوا ثلاثة وثلاثين متر قدام لسه جايين من ال صح
الحصان. اسمه عندين واحد دخل العمارة هاي. برو كمان واحد كمان واحد كمان واحد تيم 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 كمان واحد بالدار هذا طيب فوق وراي الشعر اللي كان وراي لا لا مش وراه قلتو كمان واحد ضايل المفروض كمان واحد ضايل شحن جاي جيب جاي فيك اللي تدمرت نزل منها وين شافوا هاي الماد طلع دم حرام 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 الافتراء هذا اللي بيصير كريج افلك شباب الف مبروك اول مره يبوش علينا التيمين والكتب برعولي تبرعولي بدروع عيني تحت بك هذا في واحد في واحد طلع في واحد لا لا من تحت من تحت من ورانا من ورانا من ورانا من ورانا بش تعال على جوا عن اختي لف اللفه بندوق اثنين من ورانا تطلعوش من الدار خليكم فيها واحد هيو هيو احمد تنزلك نزلنا هيو 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 دار في واحد بيطلع لك من السباك عم كان واحد داون السيارة هاي ناية وراك 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 عاصف فلاش ماكل فلاش ما عندي قدرن لا تتفنى فيه نعم أمو هالبومباك شو مضال يطلع عليه مش طبيعي يا زلمة اليوم وضعنا خراب ضرونا خراب اجل فاكن نايس أقول مش موجودين؟ تحكي استنى استنى معك فلاش يا أحمد واحد نايس من اطلع اطلع عند على ال على
يلا انا جاهز اياها. ولكن أمساك أصدين بتحبني والهوى وزارك مش فيه. ألو الجو برا كيف؟ الجو برا جوكر كيف؟ ضباب سلمى ready for deploying the airplane. يقول لك بكرة في منخفض مفاجئ. طب قوي يعني؟ جايين هيك بحجم مرتدة. ايه ممتاز.
كروبات شد. اخي يا ستطاطي مدارنا كلها كلام في طريقة خاصة. شكرا بدنا شيء كان صندوق الدروع. اوه عمو 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 شفتنا بنزايا في واحد فينا ما بهمناش مين من ورا. انطلقتنا الى العمارة ما تطمعوش في اللوت تكون في حد في المصنع بالضبط. يلي دخلت عارفش مش عارف شفت انا شفتش انا طلعت في العمارة عشان هات القطعة دلت معي بقطع عليها سكوب ارمي هذا قطعة كيت على المنظر احمد رمى دروع.